أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات ف
فليستجيبوا لي وليستجيبوا